بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الآباء الفضلاء أيتها الأمهات الفاضلات بداية أرجو من الله العلي القدير أن تكونوا في صحة وعافية جيدة لتدبير هذه الأزمة ولتفادي تداعيات هذا الوباء الذي نتضرع جميعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا في أقرب الآجال وتماشيا مع المذكرة الوزارية التي دعت من خلالها الوزارة إلى تعويض الدروس الحضورية للتلاميذ بدروس عن بعد حفاظا على سلامة أبنائنا مؤسسة لا جوكوند أعدت في المرحلة الأولى دروسا للدعم عن بعد عبارة عن فيديوهات مصورة يشرح من خلالها الأساتذة مجموعة من الدروس تواصلا مع تلامذتنا وفلادات أكبادنا وفي المرحلة الثانية وانطلاقا من الأسبوع المقبل سنبدأ إن شاء الله في إلقاء دروس مباشرة تفاعلية عن بعد انطلاقا من تطبيق معلوماتي أعد لهذا الغرض ولإنجاح هذه العملية لا بد من الانخراط الفعلي للآباء والأمهات وسنوضح لكم طريقة الولوج إلى هذا التطبيق والاستفادة من خدماته ولتكون العملية التعليمية التعلمية في صالح فلدات أكبادنا وأبنائنا السلام عليكم كتوضيح الهضرة اللي قالنا السيد المدير يعني مجموعة مدارس لا جوكوند دارت واحد تطبيق اللي سهل أننا الأباء يدخلوا ليه أنا إن شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش غادي ندخلوا لهذا التطبيق أول حاجة يعني غنفتح نافيغاتور ديالي جوجل كروم او لا موزيلا فايرفوكس كما كتلاحظوا ها هو النافيغاتور مفتوح من بعد غادي نمشي غنكتب واحد لوليان هذا لوليان هو واحد الكونت واحد المود باس واحد الكود باش يدخل كل تلميذ للدرس ديالو كما غنعاود نشرح لكم راه غادي توصلوا به من الاداره عن طريق تطبيق لا جوكوند اللي موجود في البلاي ستور اذا باش ما نطولش عليكم غادي ندخلوا النافيغاتور ديالنا غادي نمشيو نجيبو الكلافي ديالنا غنكتبو السيت لو سيت ديالي هكا التالي h t t p s /// la joconde la je -6 ديك تيغي اللي كتكون الوسط -6 لو فوالا اون لين .com من بعد غادي ندخل هاد لوليان نحاول نكتبو في هاد لوليان نكتبو في بلاصه لوليان ما نقلبش عليه في جوجل من بعد غادي نمشي نلتحق باللين ديالي ملي كتلتحقوا باللين كما كتلاحظوا كيعطيكم هاد لا بلاتفورم اللي عندكم ليطاب الثانيه هي غندير سين ان متفقين غندير سين ان اولا كونيكسيون وغنشرح لكم ان هاد البلاتفورم هادي من بعد راه يمكن لك تبدل اللغات وتشوف اللغه اللي تناسبك اكثر حنا غندخلوا ديجا انغوجيسترينا واحد الكونت دير واحد التلميذ عندنا غندخلو به كما كتلاحظوا ملي كتدخل كتلقى السميه ديال التلميذ مثلا هنا عندنا القباج شيماء القباج شيماء تقدر تمشي للبروفيل ديالها باش اش باش تبدل اللغه الى بغات كتمشي لهنا تمشي للفرونسي وهنا تقدر تمشي تعاود تقلب تردها بالعربيه ملي غتردها بالعربيه غدير ميزاجور غادي نلاحظوا ان هذا الشيء هذا راه دار باللغه العربيه اذا نعاودوا ردوه اللغه الفرنسيه شي هنايا انا درت اللغه الفرنسيه غندير تحديث ابديت ولا لا ميزاجور باش يعطيها ليا مزيان اذا السؤال المطروح هو كيفاش غتلتحق شيماء بالقاعه ديالها اللي هو الروم كيفاش غتلتحق باش تلتحق شيماء مثلا
بغيناها تلتحق بالقاعة الفيزياء. هنا المؤسسة ديالنا الإدارة راه غتصيفط لكم واحد استعمال الزمان اللي فيه كل مادة والكود ديال باش كتدخل ليه. إذا كل مادة عندها كود ديالها، أنت غادي تجي كتلميذ غادي تدخل الكود في هاد البلاصة هادي. إذا غنمشي نعيط على الكلافي ديالي، باردون، وغنكتب، غنحيد كل شيء مينيسكول، غندير أ دي إم تيغي بسيس، يعني ديك تيغي اللي كتكون الوسط، نعاود نرجع نكتب أ زد دبليو، نعاود ندير باردون، نعاود ندير تيغي بسيس، غنكتب 4، نعاود نرجع للحروف ديالي، غنكتب 4 اش تسعود، وغنمشي نكتب go to the room. غادي يقول لي باللي انا كتلميذ راه التحقت بالثانية اعدادي فيزياء. غادي ندير rejoindre، غادي نبقى كنتسنى administrateur propriétaire، اذا خاص الاستاذ يكون في القاعة. ملي غيكون الاستاذ في القاعة غادي تلتحق، متفقين؟ غنديروا لكم واحد التيتوريال كيفاش الاستاذ كيتكونيكتا وكيفاش الوليدات يمكن لهم انهم يتكونيكتاو من الهاتف النقال ديالهم. يعني راه ماشي ضروري يكون عندنا حاسوب في الدار، نقدروا نتكونيكتاو غير من التليفون ديالنا. دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نتكونيكتا بالكونت ديالي انا كاستاذ، وغنانفيتي شيماء غتكونيكتا بالتليفون ديالها، ونشوفوا شنو هما الميزات اللي كاينين في هذا التطبيق. اذا غنخرج من عند شيماء، غندخل الكونت ديالي، كنأكد على ان هذا الكونت هذا وهذا المود باس راه غادي تعطي لكم الإدارة عن طريق تطبيق لاجو كونت. انا كأستاذ انا دخلت القسم الاقسام اللي عندي الحق نتحكم فيهم. من هذه الاقسام مثلا شفنا اننا شيماء بتلتحق مثلا بمادة الفيزياء، اذا غنمشي للدوزيام اني وغادي ندير البداية. فكما كتلاحظوا معايا غنعطي الحق للبي سي انه يستعمل الميكروفون ديالي باش انني نتواصل مع الوليدات ديالي. من بعد غتلاحظوا ان هذه هي الخانه، هذه الشاشه هي اللي غادي تطلع جميع الاباء والتلميذات بما فيهم حتى الاستاذ اللي غيلقي الدرس. هنا راه غادي يبان لكم اننا الاستاذ كي اونغوجيستري الدرس ديالو. دابا غنشوفوا شيماء اشنو اللي غادي تشوف. اذا غتجي شيماء غتمشي التليفون ديالها، غتمشي اول حاجه لي نافيغاتور اللي غيسهلوا عليكم هذه العمليه هما جوجل كروم ولا موزيلا فايرفوكس. اذا غنمشي لجوجل كروم، غادي تعاود تكتب نفس الليان اش تي تي بي اس دو بوين سلاش سلاش لا joconde.online.com. بعد ما غادي تدخل ليه ها هو الكونت ديال شيماء، غنمشي لاكي، ها هو كيطلع ليا القباش شيماء، هذا هو الكونت ديالها. من بعد اشنو خاصها دير؟ خاصها تمشي تلتحق بهذا. اذا انا خاصني نكتب داك الكود باش نلتحق بالقاعه ديالي ا دي ام، غادي نرجع ندير تيغي بالسيس E Z W، غنعاود
تيغيب 6 غندير 4 اش 9 الكود انفاليد نعاودو نتاكدو منو شي شويه الكود ADM تيغيب 6 EZW تيغيب 6 4 H 9 ها هو عاطيني انني غادي ندير دابا انا ملي داخل كاستاذ انا طالع لهم هنايا كاستاذ اني داخل غادي ندير غوجواندغ اوتوماتيكمون غادي تلتحق معايا بطبيعه الحال ركزوا عفاكم هنا ما نديرش ايكوت سول ندير ميكروفون باش انني نقدر نتواصل مع الاستاذ ديالي يعني خصني نكليك على الميكروفون وبطبيعه الحال في بعد لي نافيغاتور غادي يطلبوا منك انك تعطي لوتوريزاسيون لهاد لابليكاسيون لهاد البلاتفورم باش انها تستعمل المايك وتستعمل الكاميرا ف من بعد غادي ندخل دابا ها شيماء هادشي اللي كتشوف شيماء وغنلاحظ ان شيماء انا كاستاذ راه التحقت معايا بالقسم ولكن راه واخا التحقات راها ما ماكتيفياش المايك اذا راه ما غنسمعهاش اذا باش نسمع شنو خاصها دير خاصها تمشي للمايك وتاكتيفي ملي غتاكتيفي عليه راه غادي يطلع لها واحد البوطون هنايا بالخضر انها راه ماكتيفي وغيبدا كيتحرك باش انها راه كتسمعني اذا هذه هي العمليه اللي ملزم ان اي تلميذ يدير متفقين معايا هنا راه كيطلع ليا ان شيماء راه كتسمعني وهكا غادي نكونوا وصلنا للهدف ديالنا اللي هو انشاء واحد خلق واحد الجو من التفاعل بيننا وبين الوليدات ديالنا اذا كنأكد عليكم ان هذا الكود هذا راه غادي يوصلكم هو استعمال الزمن واللوغين والمود باس ديال كل كونت ديال شاك اليف راه حنا قاديناهم غادي يوصلكم عن طريق الاداره بواسطه التطبيق اللي كاين في البلاي ستور اللي هو لا جو كونت السلام عليكم